حاسس بيها. مره تانية برحب بيك كابتن احمد. بتهيالي انه البطوله دي كمان بالنسبه للجمهور احنا نقطه من اول السطر. يعني الفتره اللي ممكن نكون شويه كنا قلقانين فيها على مستوى النادي الاهلي او ما كناش راضيين على الاداء اللي بيقدمه اللعيبه، تقول انه الاهلي حاضر دايما وقت الجد، وانه الاهلي فيما يتعلق بحسم البطولات قادر حتى وهو مش في افضل احواله على انه يحسم النتيجه. تفتكر انه اللي جاي بقى مشوارنا في كاس ودوري وبطوله دوري ابطال افريقيا يريح الجمهور في شويه، يخلي الضغط الجماهيري اللي كان موجود على بعض اللعيبه او على اللي بيحاولوا يصدروه على الجهاز الفني يكون مش موجود؟ ده اللي انا بتمناه، ده اللي انا بتمناه كمحب النادي الاهلي وكعاشق للنادي الاهلي، ان اللعيبه ما يتحطش عليها ضغط، لكن اللعيبه فعلا لما بيتحط عليها ضغط بتبقى قد المسؤوليه. عشان كده بقول لحضرتك ان اللعيبه بتعرف تفصل في البطولات كويس، وكويس ان وصل للعيبه طبعا مع اللعيبه الكبيره مع اوضه اللبس، وصل ان لا بنعرف نفصل في البطوله، بنعرف ناخد البطوله ازاي، بنعرف حتى واحنا تعبانين بنعرف نروح للبطوله ازاي، حتى في المباريات، حتى في المباريات ما بيبانش، يعني ما بيبانش التعب على لعيبه النادي الاهلي، لان في لعيبه كبيره بتتحكم في رتم اللعب. يمكن كنت بكلم مع حضرتك في الفاصل ان في لعيبه كبيره بتتحكم في رتم اللعب، وده باين في بعض اللعيبه، باين في السوليه، باين في علي معلول لما بينزل بيبقى علي عامل شغل بصراحه احنا ما كناش مستنيينه. يعني انا دايما اول رجوع على اللعيب ما بربطش بينها وبين اخر مره ظهر فيها، وعلي كان طبعا واحد من مفاتيح لعب، اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي، بس كنت متوقع ان رجوعه ياخد ماتش واثنين وثلاثه لغايه لما يرجع علي معلول اللي احنا عارفينه. لكن الراجل الحقيقه نزل الملعب عمل شكل وعمل تقل وعمل قدم كوره في الحته دي مختلفه تماما الحقيقه. يمكن هكلمك فنيا شويه، احنا بنشوف في كل الفرق اللي بتلعب حتى اللي بيتحكم في رتم اللعب هو حد في نص الملعب. يعني كنا بنشوف حسام غالي قبل كده، وبنشوف محمد شوقي قبل كده، هي اللعيبه دي بتتحكم في رتم اللعب، ان هو ازاي يسرع رتم اللعب، ازاي يهدي رتم اللعب، فرقه مضغوطه ازاي يموت اللعب. لكن لما بشوف كباك ليفت ان هو بيتحكم في رتم لعب النادي الاهلي طبعا مع قفشه، لكن هنا ده بيدل ان علي معلول لعيب كبير، لعيب قيمته عاليه جدا، مأثر مع لعب النادي الاهلي ومع اداء النادي الاهلي. وخصوصا لما بشوف في اخر مباراه لما اللعب مال ناحيه علي معلول، هو لسه بيلعب ب 50% من مستواه، لكن مفتاح لعبه مهم مع فريق كبير على مستوى افريقيا، فاكيد لاعب مؤثر مع النادي الاهلي اكيد. في ناس كتير، انا فاهم طبعا انه انك تتكلم على الاهلي دي اكل عيش كويس جدا، سلبا ايجابا المهم نتكلم على الاهلي ونحقق نسبه مشاهده والى اخره، لكن في ده للاسف شديد جدا ناس كتير بتغلط نفسها وبتحاول تصدر او تضغط لمصالح، يعني بحسن نيه بسوء نيه انا مش هحكم في النوايا، لكن في وقت كتير جدا بلاحظ انه في وكان حملات ممنهجه على مستر موسيماني، رغم انه الراجل من ساعة ما تولى المسؤولية لغاية النهاردة على مستوى النتائج يعني العلامة كاملة طبعا. يعني الأهلي النهاردة رقم حسابيا متصدر بطولة الدوري إن شاء الله بعد ما يخلص مؤجلاته، لو كسبنا إن شاء الله قدر لنا إن احنا نكسبها، كمل أفريقيا وفاز بالبطولة، كمل كاس وفاز بالبطولة، سافر كاس العالم وحقق برونزية، النهاردة بيجيب كاس سوبر. إيه القصة من وجهة نظرك؟ أنا بشوف إن هو يعني محظوظ جدا برضه في حتة تحقيق اللقب، حته تحقيق اللقب مع زي ما بقول لحضرتك ضغط المباريات على اللعيبه، كله يتوقع ان لا الاهلي ممكن يخسر البطوله، لكن الراجل بيشتغل على قد امكانيات الناس اللي معاه فنيا وعلى قد المجهود. ده يتحسب له طبعا، يعني ده يحسب لاي مدير فني بصرف النظر عن الاسماء، ما دام مدير فني قادر يوظف الاوراق اللي موجوده معاه وقادر كمان يقرا الـ 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 الظروف الصعبه اللي بيواجهها، اصابات، غيابات، سفر واجهاد، وقادر يحقق، ده شيء يحسب اعتقد لاي مدير فني. هنا زي ما بتكلم مع حضرتك دايما، هو مجلس اداره النادي الاهلي هو هيحاسبه على البطوله، مش هيحاسبه ان هو خسر مباراه سواء من المحله من اتحاد من اي فرقه، هو دي سياسه مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيحاسب اي مدير فني. انت عندك 7 بطولات، ودي حصلت معانا في 2007 لما خسرنا مباراه النجم الساحلي، لقينا مجلس اداره كنا واخدين 6 بطولات دخلنا في 7 بطولات خدنا 6، فطبيعي ان احنا مجلس الاداره بيقعد معانا، كان الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن خطيب نائب، فطبيعي ان يعني يشكروا الفرقه ويشكروا تمام يا رجاله ايوه زي الفل الله ينور. لقينا ال6 بطولات ما اتذكروش، انتوا ازاي خسرتوا مباراه النجم، انتوا ازاي ما حققتوش المكسب، كان الكلام مع مستر مانويل حتى ان انت ازاي ما حققتش البطوله السبعه. فهنا سياسه مجلس اداره النادي الاهلي هو مستر موسيماني مساعدهم ان هم يحافظوا على استقرار تمام، ان هو على طول دايما بيحقق البطوله، وخصوصا هتلاقي حملات زي ما حضرتك بتقول ممنهجه بعد خساره النادي الاهلي من اي فريق،
مستر موسيماني فنيا مش كويس، لا المفروض يمشي. لكن فعلا الراجل قافل على نفسه كويس، اللعيبه حتى كمان مساعداه، اللعيبه كمان مساعداه ان هي تقفل على نفسها كويس، حته السوشيال ميديا ان هم يدوا ودنهم لاي تصريحات لاي حتى قنوات بتهاجمهم. لكن زي ما بقول لحضرتك، هي منظومه ومقومات البطوله موجوده داخل النادي الاهلي عشان كده بيحققها. في فتره من الفترات كنت فاكر في كلام كتير بيتردد على انه الاهلي عنده مشكله في اللمسه الاخيره، عنده مشكله في تسجيل اهداف، يعني الاهلي دايما بيقدم كوره كويسه، عنده قدره على انه يسيطر، على انه يخلق فرص، لكن الفينش اللمسه الاخيره مش موجوده. النهارده ما حدش بيتكلم مثلا على محمد شريف، ومحدش بيتكلم على صلاح محسن، ودي بالنسبه لي علامه استفهام. يعني احنا ضلنا طول الموسم ماسكين في الحته دي، ولما جينا شفنا احنا بنتكلم على جونين بالمناسبه، انا مش بس بتكلم على